هذه الحماية التي أقرتها المادة 59 من قانون المنظم لمهنة المحاماة هي شرعت لحماية المتقاضين ولم تشرع لحماية المحامين، لأن هذه المكاتب لما يقرر المشرع أن لا تفرغ بمقرر قضائي نهائي إلا بحضور النقيب، فهذا الحضور ليس له من بعد سوى الحفاظ على السر المهني، الحفاظ على أسرار الناس والحفاظ على حقوق الناس. هؤلاء ممن ارتكبوا هذا الخرق السافر من رئيس المقاطعة إلى من نفذ هذا القرار، أولا استغلوا الظرفية السائدة ديال الجائحة التي تمر منها بلادنا، واستغلوا لكي يمرروا هذا الأمر في غفلة منا، في غفلة من المحامين، وكذلك خرقوا بشكل سافر وفاضح مضامين أحكام مرسوم إعلان حالة الطوارئ ولا سيما المادة السادسة منه التي علقت كل الآجال. المحاكم الآن خلال الفترة السابقة توقفت عن العمل إطلاقا. إذا كان النص يوجب أن لا يفرغ مكتب المحامي إلا في حضور النقيب، فبالأحرى والأولى أن لا يمكننا أن نتصور إفراغ هذا المكتب بقرار إداري. فالمقررات القضائية النهائية المبرمة التي تنفذ في مواجهة المحامي من أجل إفراغ مكتبه تنفذ في حضور النقيب، والحال أننا اليوم أمام قرار مزاجي يحفظ مصالح خاصة أنانية لأحد الملاك ومصالح ربما سياسية، لكنها مست بشكل صارخ مهنة المحاماة في قلبها. لا يمكننا إطلاقا أن نسكت على مثل هذا الخرق، ولهذا رأيتم هذه الاستجابة الواسعة للمحاميات والمحامين من مختلف الهيئات للمحامين على المستوى الوطني لنداء الجمعيات الشبابية، هي التي يعني قررت أن تقف بهذا الشكل الرمزي لتوجيه رسالة إلى المعنيين بالأمر، أولا لوضع حد لآثار هذا الخرق، ثانيا لمنع تكراره في المستقبل. وقفة احتجاجية وكرد فعل على ما وقع من خرق سافر للقانون في انتهاك حرمة ديال مكتب أحد المحامين المسجلين بهيئة الدار البيضاء والذي يمارس لما يزيد على 30 سنة في فترة الحجر الصحي، والناس كلهم منضبطون للتعليمات والتوجيهات، يعني الداعية إلى التزام البيوت وعدم الخروج. الزميل لا يلج إلى مكتبه بعدما تم التخفيف من الإجراءات، يعني يحضر المكتب دياله وتلقى المكتب دياله، يعني تم يعني الفتح دياله بغير علمه ورم ملفاته وتخريبه عن آخره. أمر يتعلق بأحد المالكين لأحد العمارات اللي هنا المتواجدة بشارع الحال المسكين بالدار البيضاء، واللي في خرق سافر للقانون، يعني استباح كل الأشياء، استباح حرمة المكتب، استباح حرمة وحقوق الموكلين، لأنه اللي مهم في هذه العملية وأنه مارومية ليس حقوق المحامي ولكن حقوق وأسرار زبناء المحامي اللي هم من جميع مختلف رائح المجتمع. هذه العملية اليوم انتج لها يعني على الغضب كبير وغضب عارم داخل صفوف المحامين من جهة، وداخل المواطنين والمواطنات داخل يعني في ربوع هذا الوطن السعيد. اتخذنا هذا الموقف اليوم اللي هو بداية لخطوة من يعني في إطار يعني معالجة هذا الملف، لكي نقول أن المحاماة خط أحمر، أن حقوق المواطنين يعني خط أحمر، أن التجاوز على القانون خط أحمر. نحن كلنا منخرطون في بناء هذا الوطن، ولكن لا نقبل من أي جهة كانت كيفما كانت وأي سلطة كانت أن تدوس على حقوق المواطن وأن تدوس على حقوق وحماة الحق في هذا الوطن الذين هم المحامون والذين كانوا دائما وأبدا في طلائع صفوف المناضلين والمناضلات في هذا الوطن.